هي عاصمة الزبان وبوابة الصحراء. تشتهر ولاية بسكرا بطبق الدبارة الذي يزين الموائد الرمضانية في الولاية، والذي يقدم إلى جانب الجاري أو شرب فريك كما يعرف في ربوع الوطن. هذا وتفضل العائلات البسكرية عدم خلو المائدة الرمضانية من طبق مسقية، وهي عبارة عن رقائق مقطع إلى قطع صغيرة يتم غمره بمرق الفريك أو المرمز، إلى غيرها من الأطباق الأخرى تبعا لثراء أجندة الأكل التقليدية البسكري. على غرار الكسكسي والشخشوخة والحشوة المحضرة أساسا بالكسرة رقائق البيضاء والثاني بالكسرة الحمراء المحاجب أو المحجوبة، إلى غيرها من الأكلات التي لا يسعنا المقام إلى ذكرها كلية. أما السهرات الرمضانية في بسكرة فهي تنشطر إلى شطرين، ففي حين تفضل النسوة تبادل الزيارات من أجل الحديث والتسامر، يختار الرجال بيوت الله لتأدية العبادة، بحيث تستقبل المساجد الآلاف من المصلين يوميا لأداء صلاة التراويح في جو روحاني بهيج يحمل العديد من الأبعاد الدينية السامية.